بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما من به عليكم من نعمة الإسلام، وجعلكم إن تمسكتم به خير أمةٍ أخرجت للناس. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام. فمن حقق هذه الأمور أخلص دينه لله وعبادته لله، ولم يشرك بالله شيئاً، وانقاد لطاعة الله في أوامره ونواهيه وأوامر ونواهي رسوله صلى الله عليه وسلم، وتبرأ من الشرك والمشركين، فهذا هو المسلم، هذا هو المسلم الحق. ليس الإسلام بالانتماء أو بالادعاء، فالذي يقول أنا مسلم وهو يدعو غير الله ويستغيث بالأموات والأضرحة والمقبورين ويذبح لهم وينذر لهم، هذا ليس بمسلم، هذا مشرك والعياذ بالله. الذي يقول أنا مسلم ولا يصلي، هذا ليس بمسلم. قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ليس المسلم بالذي يتبع البدع والمحدثات والخرافات ويترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالإسلام له مناقضات، وهي الشرك بالله والكفر، وله منقصات، وهي المعاصي والمخالفات، وله أساسات وأركان، وهي أركان الإسلام الخمسة. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله الحرام. مع أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو الإسلام الحق، الإسلام الصحيح. وليس الإسلام بالادعاء والانتماء فقط، بدون تحقيق لحقيقة الإسلام. عباد الله،
إن الإسلام منذ بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم وهو محارب من قبل أعدائه، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أم لهم ملك السماوات والأرض. وكذلك حاولوا بشتى الوسائل أن يقضوا على هذا الدين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضايقوه وأصحابه في مكة غاية المضايقة، وعذبوهم لأجل أن يرتدوا عن دينهم، فلم يستطيعوا. ثم حاولوا منع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الهجرة إلى إخوانهم الأنصار في المدينة، فلم يستطيعوا. شنوا الحروب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد، وفي الأحزاب وفي حنين وفي غيرها، فنصره الله عليهم وخذلهم الله سبحانه وتعالى. قالوا يوم بدر إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، وقالوا في الأحزاب ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وقالوا في غزوة تبوك أيحسبون جلاد بني الأصفر مثل جلاد العرب، كأننا بهم يؤتى بهم مقرنين في الأصفاد. كل هذا قالوه في الإسلام والصد عنه، ونصر الله دينه وأظهر دينه على الأديان كلها. إن الإسلام يا عباد الله هو دين جميع الرسل، الإسلام بمعنى إفراد الله بالعبادة، عبادة الله في كل وقت بما شرعه، وإن اختلفت شرائع الرسل فإنها كلها إسلام وعبادة لله عز وجل. ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو ما جاء به، ونسخ الله به الأديان السابقة. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. فليس هناك إسلام إلا ما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، ونسخت جميع الأديان السابقة مع ما دخلها من التحريف والتبديل. فالذين يقولون إن الأديان ثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام، هذا كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى، فليس هناك إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولن ينجو أحد من النار إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فليتق الله مسلم أن يقول مثل هذه المقالة، هذه المقالة الشنيعة التي تقتضي الردة عن دين الإسلام، لأنه جعل أديان الكفر مساوية لدين الإسلام. نسأل الله العافية والسلامة. اتقوا الله عباد الله، حافظوا على دينكم وعلى إسلامكم، إن هذا الإسلام منصور من عند الله عز وجل، ولكن أنتم إن تمسكتم به نجوتم وصرتم من أهله، وإن تركتموه فإن الله سيبدلكم بغيركم ممن يقوم بهذا الدين.
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم المنافقون والذين في قلوبهم مرض وارتد كثير من العرب ارتدوا عن دين الإسلام فقام أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من إخوانه المهاجرين والأنصار فقاتلوا أهل الردة حتى أبطلوا كيدهم وثبت الله بهم هذا الدين وتحقق قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ولا يزال هذا الإسلام يتعرض لهزات كثيرة على مر التاريخ ولكنه ثابت شامخ لم يتغير ولم يتبدل وإنما يتبدل من ترك هذا الدين ويتغير من ترك هذا الدين وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فهذا الدين محفوظ بحفظ الله قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولكن الخوف علينا نحن إذا لم نتمسك بهذا الدين فإننا نهلك ونضل. أما دين الله جل وعلا فإنه محفوظ وسيقيض الله له من يقوم به إلى أن تقوم الساعة. قال الله جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم قال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فمن أراد النجاة ومن أراد الفلاح فليتمسك بهذا الدين وليصبر عليه وليصبر على ما ناله من الأذى فإنه النجاة. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بدينكم واسألوا الله الثبات عليه واصبروا على ما ينالكم من الأذى فإن المؤمن لا بد أن يبتلى في هذه الحياة فعلينا بالصبر والاحتساب وعلينا بالثبات على هذا الدين مهما قيل ومهما قيل فإنه دين الله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، قيل للمسلمين يوم أحد لما أصاب المسلمين ما أصابهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانًا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. اليوم يقولون عن الإسلام ونبي الإسلام ما يقولون مما سمعتم وقرأتم من أقوال الكفرة، وليست أقوال الملاحدة فقط، وإنما هي أقوال من يدعون أنهم من أتباع الرسل وأنهم من أهل الكتاب، وهم يعلمون أن رسول الله حق، وأن الإسلام حق، وأنه يجب على جميع الخلق أن يدخلوا في هذا الدين. يعلمون هذا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنه الحسد الذي أكل قلوبهم، ولكنه الكبر والعياذ بالله حملهم على أن يجحدوا نعمة الله، وأن يتنكروا لدين الله، وأن يقولوا عن الإسلام وعن نبي الإسلام ما يقولون: إن الإسلام دين إرهاب، إن الإسلام دين فتنة، إن الإسلام دين منفر، إلى آخر ما يقولون مما لا يخفى عليكم. وقالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه إرهابي، ويصورونه بالصور الشنيعة. ما ليس هذا بغريب على الكفار أبداً، هذا من قديم الزمان، فلا تعجبوا، هذا نتيجة حقد ونتيجة حسد. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسداً من عند أنفسهم، وودوا لو تكفرون، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ليس هذا بغريب على الكفار اليوم، فإن الكفار منذ بعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهم يقولون ويقولون ويفترون على الله الكذب، ولكن الله كبتهم وخيب ظنهم وفضح سرائرهم ونصر رسوله وأظهر دينه، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قالوا: إن الإسلام انتشر بالسيف، إن الإسلام انتشر بالسيف، وكذبوا في ذلك. فإن الإسلام انتشر بالهداية، تقبله القلوب، تقبله الفطر السليمة، يدخل القلوب، لأنه نور من الله سبحانه وتعالى بدون رهبة وبدون إكراه، لا إكراه في الدين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فالدين لا يدخل القلوب بالإكراه، القلوب بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالدين يدخل القلوب لأنه دين الرحمة ودين العدل ودين الحق، تقبله الفطر السليمة. ولكن هؤلاء يريدون أن يصدوا عن سبيل الله، والسيف إنما جعل لمن صد عن سبيل الله ووقف في وجه دين الله أن يصل إلى البشرية. هذا هو الذي شرع السيف في رقبته، لأجل أن يأخذ الإسلام طريقه إلى القلوب السليمة. فليعلم هؤلاء أن دين الإسلام هو دين الرحمة، وهو دين الاقتناع والإقناع، تقبله القلوب عن رغبة. وإذا داخل القلوب وداخل بشاشة القلوب فإنها لا تبتغي بالإسلام بديلا. والحمد لله أن الله فضحهم وهتك أستارهم وكشف أسرارهم للمسلمين، وفضح الذين يقولون من المنافقين من أبناء المسلمين: صافوا اليهود والنصارى، إنهم إخوانكم، إنهم أهل أديان، صافوهم، لا
لا تبغضوهم، يقولون لا تبغضوهم، أكره الآخر، يسمون كره الآخر، يسمون الولاء والبراء في دين الله كره الآخر، كره الآخرين، يحرفون الكلمة عن مواضعه. فنسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين، وأن يقسم الجبابرة والمعتدين، إنه على كل شيء قدير. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يجى الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين ومن شايعهم من المنافقين والمرتدين. اللهم شتت شملهم، وخالف بين كلمتهم، واجعل بأسهم بينهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين في كل مكان، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم وجلساءهم ومن حولهم، اللهم اختر لهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين، اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين، اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.